مشاهدي ومتابعي ابو كبير ميديا لايف في كل مكان، ومشاهدي ومتابعي الشرقوه ميديا في كل مكان، يا مساء الفل على كل الشرقوه. احنا النهارده موجودين مع نموذج وقصه كفاح شرقويه، قصه ست بمئة راجل. مشاهد ست بمئة راجل مش نموذج شرقاوي مشرف بس، لا ده نموذج للست المصريه الاصيله المكافحه اللي بتسعى على اكل عيشها، ما بتستعيبش ان هي تركب تروسيكل وتنزل تتنطط في وسط الناس، ما بتستعيبش ان هي تشتغل، مش مستعيبه، هي بتشتغل كمان خبازه، بتخبز عيش زي ما انتم شايفين كده، الله اكبر على العيش اللي هي بتخبزه، بتسوق تروسيكل، بتمشي بيه وسط البلاد، بتشتغل كل حاجه، بتنزل الغيط. خلونا نعرف القصه وتفاصيلها والحكايه من المشاهد، ومشاهد النموذج المشرف بتاعنا. ازيك يا مشاهد؟ الله يسلمك يا باشا. اخبارك ايه؟ الحمد لله حبيبي. عرفينا بنفسك يا مشاهد، وعرف الساده الجمهور بنفسك. انا اسمي ماجده، من تبع مركز بلبيس، ماجده عبد الحميد محمد غنيه. انا بسوق تروسيكل وبخبز وبودي عيش للناس وكل حاجه بعملها. قصه كفاح المشاهد، كلمينا عن قصه كفاح المشاهد. انا من صغري وانا كنت مع، جيت اتجوزت والعيال اللي معايا البنتين دولت جيت اربني بيهم، كانت الدنيا لسه صغيره، وشهد كان عمرها 15 وطردوني بالبنتين. جيت على امي هنا، ما فيش الا هي، كانت هي يعني كانت مخلفاني اني بس، ما فيش حد معايا. جيت عليها وقعدت معاها، اما جبت البنت الاخرانيه دي قال لي ايه، لو جت بنت هطلقك. فجاي مطلقني طلاق القادر، ما ادانيش حاجه. جبت العيال وجيت على هنا على امي، وقعدت مع امي، وبقينا نشتغل في الغطان انا وامي، وبقينا نجري، كل ما تروح تخبز كنت اروح اقرص عليها واخبز معاها واشتغل معاها، ما فيش حد بيديني حاجه. وبنلاقي شكنا بايدينا، فاشتغلنا، بقينا نشتغل، وبقيت اشتغل. جت هي ماتت، جينا اسالوا لي ايه، قلت لها يلا يما نجيب تروسيكل، قالت لي لا، لحسن الراجل يودينا السجن وكده، احنا ما معناش قبض ولا حاجه نسده، هيجي ياخد مننا البيت. قلت لها طب بس هاتيه بس، كان ايامه ب 30,000. جبنا بال 30,000، قسطنا ناس ساعدتنا برضك فيه، ولاد الحلال برضك ساعدونا فيه، واحنا كملنا الباقي وجبناه. كنا جايبين واحد شغال عليه بالاجره، بقى يدغدغ فيه ويكسر فيه ويسرقه. بقيت اتضايق، اللي بنجيبه بياخده، اللي بيجيبه بياخده، ومديونين مش عارفين نمشي، ولا عارفه رب العيال، ولا عارفه هي تاكل ولا تشرب، وكانت صاحبه مرض، كنت بحط لها كماوي، ما كنتش ملحقيه وفلوس عليه. فقلت لها بص بقى انا هتعلم السواقه، قالت لي مش هتنفعي، قلت لها لا هنفع. خدت قرار ان انت تتعلمي السواقه؟ قالت لي لا، قلت لها لا هتعلم، قالت لي خلاص، وهي كانت معايا برضه. السواقه ومخاطر الطريق والخطر اللي بيقابلك في وسط الطريق، من مخاطر الطريق ومن مخاطر كتير. بس انا كان قلبي جامد، ما كنتش بخاف من حاجه، انا طالعه اكل عيش، وانا طالعه هزر ولا اتنيع في الطريق، انا طالعه اكل عيش عشان المسؤوليه اللي في رقبتي دي، اروحوا فين؟ اهاليهم راميينهم، وانا هقول لهم الاخرين اللي كلاب السكك؟ قلت لا، زي ما امي ربتني وكبرتني وجوزتني انا هربيهم برضك وهجوزهم بعون الله. خليتهم. من هنا كانت البدايه، من هنا اول البدايه بقى، اول السلم اللي انا كنت اطلع عليه. بقيت ايه اشتغل برضك، التروسيكل مش جايب، فانا بقول لك ايه يا حاج، قالت لي قلت لها هطلع الوكايه. قالت لي ما انتش هتعرفي، هرزال عليك وهيبهدل لك. قلت لها لا، ادام انا باحترامي وما احتكش بحد، ما حدش له حاجه عني. قالت لي بنت اطلع، طلعت وتوكل على الله، ودعواتها بقت معايا، واشتغلت بقيت اشتغل في كل حاجه. بقينا نروح نجيب البضاعه اللي هي كانت بتتاجر فيها دي، ويوم السوق اوديها يوم الاثنين، واشتغل شويه واطلع بقى على على العياده اللي انا شغاله فيه. ايه البضاعه اللي هي كانت بتتاجر فيها؟ المشنات، الغرابيل، السبته، المطارح، الحاجات دي الاساسيه بقى هي اللي كانت بتتاجر فيه. كنا بنجيبها بقى، واروح اوديها، اروح اجيبها من غيطه، ويوم الاثنين نفرشها السوق عندنا يوم الاثنين. كنت اجيبها بقى ونفرش بقى، ومن هنا بقى ايه، الناس بقى عرفتني، وبقت تيجي تاخدني، وبقيت اطلع بقى، ما بقتش اهتم من اي حاجه.
لما رحت الوكاله اول يوم ما كانوش راضين يشغلوه، قالوا لك احنا مش هنشغل نسوان في قلب الوكاله كلها رجاله. المره اتحمل ازاي وبقى ينزلوا عليا. طلعت على المعلمين وكلمتهم بكل ذوق وكل احترام، الناس وقفوا معايا واقفه جنبي الجد، حملوني وخلوني خدت زرع احسن زرع كمان حطهولي في التروسيكل عندي وراحوا محملني، ورحت جايبه الست اللي انا جايباها وجاي انشهرت بقى وكل الناس عرفتني بقى ايه على الموقف هنا وهنا. ماليش في الدلع، كلمتي راجل ما احبش المياصه، بتكلم كلمتي واحد ما احبش بقى لا هق ولا بقى. انا مش انا طالعه اكل عيش، انا مالي ولا الكلام ده، دي سكه ودي سكه، ماليش في الحاجات دي. في حالي انا عندي ولاية عايزه اربيهم بالحلال، مش عايزه يطلعوا يقولوا ده زي امها ما عرفتش تربي. لا انا مش كده، من المغرب بتلبس الباب على اولادي. بس كل حاجة عن امك الخبيز العيش الفلاحي، كل حاجة هي كانت بتعملها وانا معاها، الفضل لربنا ولامي الله يرحمها يلعن قراها الجنة. اللهم امين يا رب، ربنا يرحمها يا رب ويجعل مسواها الجنة. اكتر من اللي انا عملته وهي عيانة كنت هعمل، بس ما باليد حيلة بقى. يلا رحمة الله عليك. ام شهد يعني قصة كفاح بطلتها واحدة ست، ووجود الست في وسط السوق وفي وسط الناس ده شيء بيبقى صعب. هي كل حاجة صعبة والله يا أستاذ عمرو، بس أنا اتعودت إن أنا أجمد نفسي وأبقى جامدة وناشفة في نفس الوقت عشان أعرف أمشي قصاد الناس. لكن الواحدة الطرية ما بتعرفش تمشي. ورثتي الشدة من أمك. يعني انت ورثتي الشده من والدتك رحمه الله عليها. قلت لي انت نفسك في حاجه. نفسي اخلي الريس يدوق العيش بتاعي، ونفسي ان هو يجي لي اشوفه واسطر بنتي. نفسي في الحاجتين دول. انا مش عايزه حاجه من الدنيا ان انا اشوف الريس، لان دي اب لنا وانا بحبه والله العظيم من غير اي حاجه، لان هو بيعمل لنا حاجات كتير بس احنا مش حاسين بيها. والله يعني نفسك يدوق العيش بتاعك. نفسي يدوق العيش بتاعي، ونفسي اشوفه بس مره. لو اروح له والله لو اعرف سكته ده، بس انا يا ابن عمري ما رحت مصر ولا اتحركت من بلدي من هنا. ان شاء الله ربنا يحقق لك اللي انت نفسك فيها. ام مشاهد انت يا مصر، ربنا يخلي مصر ويخلي جيش مصر. اللهم امين يا رب العالمين. حافظ الله مصر، حافظ الله جيشها ورجال الشرطه، ربنا ما يمسهم بسوء ابدا، وريسنا يا رب، يا رب يخلي ريسنا ويخلي وراه، يا ربنا يا رب يحفظ لنا ريسنا، يحفظه يا رب لنا من كل سوء. مشاهد ما نفسهاش حاجه في الدنيا غير ان هي يعني بنتها تتجوز وتتستر، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان سياده الريس عبد الفتاح السيسي يدوق العيش بتاعها، دي امنيه حياه ام مشاهد في الدنيا كلها. زي ما انتم شايفين ام مشاهد ست مكافحه، ست ب 100 راجل. يمكن احنا دلوقتي موجودين معاها وهي بتخبز، لكن هي بعد ما بتخلص خبيز، يعني بعد ما بتخلص خبيز وشغل من هنا بتطلع بره، بتطلع تشتغل بالتروسيكل. لو مش بتشتغل بالتروسيكل في نقله ما وراهاش نقله، تطلع تقف على الموقف. لو ما وراهاش حاجه على الموقف وفي شغل في الغيط بتنزل شغل في الغيط. ما بتستعيبش من اي شيء، ما بتستعيبش من اي شغل. ومشاهد نموذج مشرف للست المصريه الاصيله، مشاهد نموذج مشرف لكل الشراوة. احنا بنضم صوتنا لصوتك يا مشاهد، بنوجه رسالة لست الريس. ام مشاهد يا ريس نفسها تدوقك عيشها، نموت ولا حاجه، نفسي اشوف. ربنا يديك الصحه يا مشاهد، ربنا يديك طول العمر لنا يا ريس، وتحيا مصر. تحيا مصر. مشاهد نموذج مشرف يا جماعه، يعني العيش طالع من على ايديها زي ما انتم شايفين كده. الله اكبر عليه والله اكبر عليها. يمكن بتشتغل اكتر من شغلانه في نفس الوقت، يعني هي دلوقتي موجوده بتخبز، كمان شويه هتقوم تركب التروسيكل وتروح تودي العيش للناس اللي هم عايزين يشتروه، ولو عندها نقله هتاخدها توديها بالتروسيكل، يا اما هتحمل، يا اما لو في حد عنده شغل في قلب الغيط هتشتغله. ومشاهد ما بتستعيبش الشغل، الشغل مش عيب. غله دوره قمح، اروح السلخانة اشيل لحمه برضه، كل حاجه. الشغل مش عيب. ومشاهد نموذج مشرف لكل ست مصريه اصيله بتسعى على اكل عيشها.
ربنا يا رب يحقق لك اللي انت نفسك فيه يا رب ويرزقك يا مشاهد.